المركز السابع من الإخبارية السورية، أسعدتم مساء. بحثت رئيس مجلس الشعب الدكتور هدي عباس مع رئيس لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيرانية على أدين بروجردي القضايا ذات الاهتمام المشترك ومختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين سوريا وإيران. وأعرب بروجردي عن ارتياح بلاده وفخرها بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري، ولفت بروجردي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدا أن روابطهما غير قابلة للانفكاك وهي عميقة جدا. أحبطت وحدات من الجيش عدة محاولات تسلل مجموعات إرهابية جنوب غرب حلب وقضت على العشرات منهم. وأقرت التنظيمات الإرهابية التكفيرية بمقتل أكثر من 64 من أفرادها، بينهم متزعمون في ريف حلب الجنوبي. وأشارت على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقتل العشرات من إرهابيها، من بينهم متزعمون ما يسمى حركة أحرار الشام والجبهة الشامية وفيلق الشام وجيش الفتح. أكدت موسكو أن العملية الإنسانية في حلب لا تنطوي على أي أهداف أخرى سوى حل المشاكل، بل حل مشاكل السكان وتوسيع مساحة وقف الأعمال القتالية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إنه لا توجد أي خطط لتنفيذ عملية عسكرية في حلب، سواء من قبل القوات المسلحة السورية أو من خلال ضربات للقوات الجوية الفضائية الروسية. كشف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون ساهمت ودفعت باتجاه تسليح الإرهابيين في سوريا ومن ضمنهم تنظيم داعش. وقال أسانج في مقابلة مع موقع إخباري إلكتروني نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية أن مئات الرسائل من بريدها الإلكتروني تشير أيضا أنها دفعت نحو التدخل الكارثي في ليبيا وتدفق السلاح منها إلى الجماعات الإرهابية في سوريا. استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على ناحية ومنفذ الوليد الحدودي مع سوريا في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار من تنظيم داعش. وقضت القوات العراقية مؤخرا على 28 من إرهابيي داعش ودمرت مواقع لهم خلال العمليات العسكرية الخاصة بتطهير جزيرة الخالدية في الأنبار. خبرنا الأخير من تونس، حيث كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوسف الشاهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في تونس. وكان يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد المقالة، وهو قيادي في حزب نداء تونس. وكان البرلمان التونسي قرر قبل أيام بأغلبية ساحقة سحب الثقة من حكومة الصيد. نهاية الموجز، شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله.